Այև առաջի գործը, որ մենք սկսեցինք, փոխեցինք մեր օրենքները, կառավարության որոշումները, որպեսզի նախ եւ առաջ դրա միջոցով օգնենք մեր հայրենակիցներին։ Նրանց համար ստեղծեցինք շատ ազատ պայմաններ Հայաստան մուտք գործելու, Հայաստանից դուրս գալու, Հայաստանում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դառնալու, իրենց ավտոմեքենաները բերելու, իրենց գույքը Հայաստան ներկրելու համար, ինչպես նաև կարողացանք նրանց օրենքները սովորեցնել, որպեսզի իրենք Հայաստանի ներսում իրենց բիզնեսը սկսեն և գործ անեն։ Սիրացները Հալեպում հատկապես, Դամասկոսում, Գամշլիում շատ լավ դիրքեր ունեին, շատ լավ աշխատանք էին կազմակերպում, և գալով Հայաստան, նրանք իրենց հետ բերեցին իրենց վարպետությունը, իրենց համեստությունը, իրենց աշխատասիրությունը, իրենց պատասխանատվությունը, ես շատ ուրախ եմ, որ նրանք մեր աշխատանքային շուկայում նոր մշակույթ բերեցին։ خلقت بحلب وربيت بحلب ما كنت أفتكر يوم من أيام أغادر حلب حلب الجريح اللي عنا وين ما كنت سافرت أكثر من 15 يوم ما كنت أحسن إنه إلا بدي أرجع وحتى أهل حلب بيقولوا لي أنت مثل السمك وقت تطلع من حلب بتموت مشان هاد ما كنت أفتكر بس الأزمة هاد خلانا نطلع بس بهدف انه الا بدنا نرجع لانه عفنا بيوتنا عفنا محلاتنا جينا لهون انا من صغري بمصلحة سداج العجمي الايراني كان معنا بالخندق انهدم الخندق صار محله شيراتون كنا رايحين على التلال قد ما حبيت الخندق لانه ربيت هنيك الي ماضي اخذت محل استثمار بفندق شيراتون تمينا فيه 5 سنين صار الأزمة انجبرنا رحنا على الدكان الثاني بالعزيزية كنت مبسوط وعندي الحمد لله زباين بعد وقت صرت بالشيراتون بلشت أشتغل بالفضادي لأنه وقت كان يجي الأجنبي يحب الفضة الحلبية شهر وأربعة أيام صرت أنا بيريفان لأنه ما بقى نحسن تم هونيك هذا السبب والدتي مرة كبيرة 94 سنة ما حتى جبته لهون يبكي انه انا لا بدي اتم بسوريا انا لمتى ما هذه الاحوال بدنا نرجع طبعا يعني عندي محلات وصلنا هون بالبسطة يعني كمان الحمد لله عايشين الله هون بعد راسنا مباشرة بدي انزل اشوف شلون اذا احوال هونيك ناطر اي فرصه لترجع ما في شك يعني بترجع بيت لا تتعمر حلب ولا مجرد ما رأيت الاوضاع بترجع بتبلش تزور حلب متى بريد ارجع عمي وارجع على شغلي لانه الحمد لله عندي خلقي عالمي يا شهبا كتب مجد حضاره حضاره وادب والعز انسكب عدراجك يا حلب تاريخك سطور محفورة بالذهب أنا بصراحة المهنة الأساسية عندي الصياغة والفضيات وبنفس الوقت مطرب كنت بغني من سنة 95 لحد ما طلعت من حلب عندي فرقة غربية طبعا اسم الفرقة آني وكنت أشتغل بفندق السياحي اللي هلأ صار دمار ليش أخذت القرار بمغادرة حلب؟ صراحة الخوف مشان الصغار بس مشانهم يعني أنا حابب هلأ لو بيصح لي يعني صراحة بس أحس إنه شوي الوضع إنه وبدي أرجع شيء أكيد إنه أرجع يعني مو إنه ما حسيت حالك كأرمني إنه هولي أرمينيا ولا بطنك يعني مكانت هلا لا كسوريا أنسى ما بنسى لأني خلقان بسوريا وربيان بسوريا وما خرج أنسى سوريا بكل سهولة يعني أوكي نحن جينا لهون أوكي فتحوا لنا الأبواب الله يعطيهم العافية الجمهورية الأرمنية بس واحد بلده غير بيتي ومحلي
غير إحساس طبعا. أنا بأرمينيا هلأ مثل ما شايفين غناء أوكي في مطعم اسمه مطعم الشيخ هون بغني فيه بس عربي. إذا لزم الأمر غني غنيتين كأرمني بغني. وفاتحين هلأ بسطة لنتسبب شوي نطلع أجار البيت اللي مستأجرينه ومعيشتنا. هو أكيد الفكرة كانت بدرت عنا الفكرة لما الحكومة الأرمنية وزارة المغتربين كانت تعمل مهرجانات يومية أسواق يومية يوم واحد كانوا بيعملوا هيك أسواق فكانت تنتهي. فكوننا نحن لاحظنا هذا الموضوع أنه له أهمية كبيرة بالنسبة للجالية السورية اللي موجودين في أرمينيا اقترحت الفكرة أنه نعمل سوق للسوريين الحلبيين الأصل اللي موجودين في أرمينيا. بالطبع ما كانت فكرتنا أنه نكون بنفس السوق الفيرنيساج اللي موجودة هون. نحن كوننا رجال أعمال سوريين جمعية رجال أعمال سوريين قدمنا طلب نقدر نقول لرئيس البلدية السيد دارون ماركاريان أنه نحن رجال أعمال سوريين طالبين أنه يكون في إلنا سوق للسوريين مخصص فقط للسوريين. نحن السوريين معروفين بالصناعة معروفين ببضاعتنا النخب الأول. طبعا رحنا يوم الخميس في اجتماع مغلق مع نائب رئيس وزراء أرمينيا اقترحنا له الفكرة انه قلنا له الرئيس البلدية يريفان رفض طلبنا انه يكون نحن بالنسبة للمادية موجودة المادية انه لكل شخص سوري حابب يعرض بضاعته في أرمينيا يكون له محل مخصص محل مغلق في يكون في خدمات يكون في مي يكون في كهرباء يكون في كذا. ناقشنا الموضوع معهم فوعدونا أنه يكون في حل لهذا الموضوع. طيب في تفكير على أنه تأسيس أكثر من أنه تصريف بضاعة يعني تصنيع البضاعة؟ في عنا نحن في عنا رجال أعمال سوريين هون أنا واحد منهم. أنا عندي ورشة ذهب في ملاطيا وطبعا عندي 4 طاولات هون منتج سوري في تقريبا 80 رجل أعمال سوريين مسجلين عنا في الجمعية التصنيع من جميع الأنواع. بتعرف أنا كوني نائب رئيس جمعية رجال أعمال سوريين نحن هذا الموضوع كتير بيقترح علينا كتير بنفكر في هذا الموضوع. أنا بقدر أقول لك أنا واحد من الأشخاص اللي نفترض سوريا بلدي وطني هي أنا مولود فيه. طبعا سوريا مو سنة ولا سنتين هو اللي حاضرنا. سوريا حاضرنا 100 سنة يعني 100 سنة بتقدري تقولي أنت 3 أجيال من الأرمن السوريين اللي هو كان أب كبير بالنسبة لنا. الكل جاهز. أنا بقدر أقول لك هذا الحكي واثق منه أنه إذا سوريا بكرة تكون مستقرة جاهزة ما حدا بيترك الأرمينيا. طبعا الصناعة موجودة ممكن يرجع على سوريا ويكمل سوريا أرمينيا يصير جسر متبادل بالنسبة لهم. نحن بسوريا كنا عايشين 100 سنة وصرنا بأرمينيا عايشين 4 سنين فرق كبير. يعني أنا بالنسبة لسوريا معروف مو أنا اللي معروف أبوي وجدي كانوا معروفين هم اللي أسسوا بسوريا هم اللي بلشوا نحن جينا على الجاهز. يبدو أن الدور هلأ جاي لنا نحن نأسس لأولادنا أولادنا يأسسوا لأولادك على أنه سوريين. أكيد أكيد هذا الحكي ما بتقدري. هلأ أنا لو أقول لنفترض يجي مواطن أرمني مهما كان بده يضل أنا سوري هو أرمني. صحيح نحن أرمن من نفس الشعب بس في إشي اسمه وين ولدان أنت هذاك البلد غالي بالنسبة لك. بحلب كان عندي ورشة تصنيع فضيات شغل اليدوية كله شغلي ورشة بمنطقة جديدة هناك كنت بصنع هدول الأشياء الفضيات شغل يدوي كلهم وفي عندي محل بيع بعزيزية شارع قسطاكي 5 هناك مشان البيع يعني الورشة كان بصنع فيها وبالمحل محل البيع بس يعني محل البيع بالضاعة اللي فيه هي شغل حلب يدوي شغل حلب طبعا كله تصنيع حلب وشغل ايدي يعني الورشة راحت هي صايرة بمنطقة جديدة يعني من 2012
صار هجوم علي و اتكسرت خربت كلها يعني راحت. شو عملت من 2012 اول شيء متى جيت؟ انا جيت جديد يعني صار لي قبل 3 شهور جيت. ضليت بالمحل بس صارت اخر فتره منطقه المحل كمان صارت كثير خطره يعني بتعرفوا حلب يعني محلي كانت قريبه للجديده وصارت كثير خطره يعني البركه فيها يعني بركنا 3 سنين بركت يعني من 2012 ل 2015 ضليت بالمحل طلع بايد المحل بس لذلك يعني فكرت قلت يعني لازم اطلع يعني اخذت كم قطعه معي وفي قطعه هون صنعت يعني هون هلا عم نجرب نشوف كيف بده يصير الوضع هلا جديد يعني صار لي 3 شهور تقريبا 3 شهور ونص هون اضطريت هون اخذ طاوله هيك و يعني ابلش من صفر يعني بدكم تقولوا في قسم وفي قسم هون صنعت يعني عم بصنع يعني كقطع قطع يعني مشان العالم كمان يشوفوا انه شو الشغل يعني في اعجاب كثير للشغل يعني بس للبيع لسه بده وقت. طيب يعني بتفكر تصنع هون يعني بتفكر تستقر على طول يعني؟ حاليا هون يعني مثل بدي اقول مثل تجربه يعني عم بصير يعني عم نجرب هلا اذا مشي بدي استقر يعني اذا ما مشي متفائل ان شاء الله تصير احسن من قبل يعني ونرجع ترجع بتاسس برجع بأسس طبعا معلش الورشه عم بقول راحت خربت معلش نرجع نعمر من بدايه نبلش يعني.